وقعت كشري التحرير وعامل النظافة. أنا عايز أقول رأيي بس باختصار كده بدون عواطف. أول حاجة هو أنا اتفرجت على الفيديو كذا مرة وفي حاجة بالنسبة لي مفقودة، ألا وهي إن الفيديو مش كامل. بمعنى الفيديو ده بعد ما اتصور اتقطع ووصل لنا بالشكل اللي احنا المفروض يوصل لنا بيه، او اللي نزل الفيديو ده قصده وريه لنا بالمنظر ده. هو تقريبا الشخص اللي بيكلمه مش سامعه كويس، طب اطلع بره حاجه زي كده، يعني ملابسات الموقف مش موجوده، والشخص اللي هو عامل النظافه هو بس هو اللي منفعل وعمال يتكلم. فيبدو من الفيديو لما تشوفه، طبعا لما احط لك عنوان واقول لك طردوه، فانت خلاص خدت كلمه طردوه دي وكملت بيها الفيديو، فانت خلاص مترسخ في ذهنك ان هم طردوه وده رد فعله. مبدئيا كده الناس احنا كلنا عارفين يعني ان الناس اللي بتشتغل مثلا في المناطق اللي في اي حته مثلا، وخصوصا في وسط البلد، لو هو ما كان خدمته في الحته دي معناه ان كل الشارع وكل المحلات عارفاه. وانا برضو كنت بشوف وعارف كويس جدا ان الناس دي علاقتهم كويسة جدا بالمحلات وبيديهم اكل ببلاش وبيظبطوهم يعني، ودي حاجة جميلة جدا يعني، دي من زمان. بدليل ان هو بيتكلم بيقول طب خلاص مش هو عشان ببلاش طب هدفع فلوس، ده معناه ان هو كان بياخد ببلاش، وبعدين اكيد متعود يخش المحل. اصبح هنا في ملابسات في القصة دي ما بينه وما بين شخص تاني، ايا كان بقى الملابسات اللي احنا مش عارفينها. ده غير ان احنا ما سمعناش الجزء الثاني من القصه، ما خدناش النص الثاني، احنا خدنا الفيديو ده بالمنظر ده. احمد بالعوضي نزل عمل اللقطه ايا كانت نيته ايه، انا مش هخش في القصص دي، حركه ايجابيه ما فيش مشكله ناخدها بالمنظر ده، وخلص الموضوع على كده. بعد كده عرفنا ان كشري التحرير، انا ما اعرفش فعلا القرار ده صحيح ولا لا، بس لو فعلا ان حصل اغلاق للمحل ده قرار عشوائي واهبل. انت عايز تحاسب، حاسب الشخص بعد ما تحقق مع الشخص اللي تسبب في القصه دي، لكن تقفل المحل كله وفي ناس شغاله وبتصرف على عيالها مثلا وعندها مسؤوليات، ده قرار عشوائي جدا. انت عايز ترضي فيها يعني، ترضي الراي العام اللي هو مشي ورا القصه كده من غير حتى ما يتحرك دقه ايه اللي حصل. فانا بصراحه مش متعاطف في القصه دي لان فيها ملابسات انا مش فاهمها، مش واضحه بالنسبه لي. انا بس بقول رايي، نتأنى شويه كده المنظر كده من خارجي مع الفيديو مع اللي حصل كده يعني. طبعا مش هبعد عن نظريه المؤامره دي، حصلت تاني يوم احمد العوضي ولا تاني على طول حصل الكلام ده، السوشيال ميديا قعدت تردد الكلام، بقى ترند ان هم طردوه، ما حدش قال حتى الناس اللي شغاله في المحل ايه الواقعه، ايه الجزء التاني من القصه فين، مش موجود. فانا اعتقد ان في حاجه غلط في القصه دي، واكيد مش هنأذي حد كده على الفاضي، او لان راي عام المفروض يعني قلبت راي عام، اي حاجه بتنزل على السوشيال ميديا كلمتين تتوزع تروح هنا وهناك سلام عليكم بقت ايه راي عام. لا انا شايف ان في حاجه غلط في القصه دي ومش كامله، ولازم نعرف ايه اللي حصل من الجزء الثاني. وانا متاكد اصل دي صعب ان حد يطرد حد، بس هو مش داخل الفندق 5 نجوم يعني، ده شغال هناك وهم عارفينه وهو عارفهم وكل يوم بيخش ياخد، ومش هو اكيد لوحده، دي بيبقى تيم كامل يعني، اللي سايق العربيه واللي بيشيل الصفايح ولا البراميل الزباله الكبيره دي وما الى ذلك، فهو اكيد مش لوحده يعني. ففي حاجه غلط، انا بس حبيت اقول رايي لان اتضايقت من المنظر اللي هو تقفل المحل. طب حسب الشخص، تحياتي.